ملوك، كنا عايزين نعرف القضية امبارح على وزير النواف، ايه اللي حصل فيها والله؟ ربنا غالب. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الجلسة كانت يوم 4/29/6، وللأسف الشديد القاضي مستشعر الحرج وقال بالنص ان هو مستشعر الحرج، ثم حاول ان يبرر استشعار الحرج باستيقاف شكلي قضائي ان الدعوة مرفوعة على الوزير بصفته، وهو طلب يعني ان ترفع بشخصي، وقصدي دعوة مرفوعة للوزير بشخصي، وهو يرى ان هي ترفع عليه بشخصي وصفته. فاحنا كلمناه في الناحية القانونية الإجرائية الشكلية، ان الدعوة في هذا المجال في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بات ونهائي ليها ترتيب قانوني طبق المادة 120 إجراءات، هو بينظر بصفته وشخصه على مكتب وزارة الأوقاف، ثم بعد 8 أيام من الإنذار وامتناعه عن التنفيذ بيعلن بشخصه، لأنه أصبح بعد 8 أيام من الإنذار أصبح مرتكب لجريمة، فالجريمة أصبحت لصيقة بشخصه وليس بصفته كوزير. يعني لو فرضنا لديكم مثال تشبيه للمسألة، فيها حتة قانونية تصعب شوية. موظف في مكان ما ارتكب جريمة، أنا بتقول مثلا ضابط شرطة ارتكب جريمة، ضرب واحد عوضه مثلا او قاتل او عمل جريمه، هنا ده موظف لكن ارتكب جريمه، لما يجي يتحاكم يتحاكم بصفته بشخصه هو، اسمه مثلا سيد فلان كذا، وبيحاكم مش بيتحاكم وزاره الداخليه كلها، واخد بالك، بيتحاكم لان هو الشخص الجريمه لصيقه به. ظلت القضيه بشخص وصفه وزير بصفه وزير الاوقاف الى لما اعلن بالحكم ثم اعلن بالانذار بنص قانون، بعد 8 ايام من اعلانه بالانذار يتم اعلانه بشخصي على مسكنه، وده اللي تم قانونه. فهو القاضي قال انا مستشعر الحرج فاعلنوه بشخص وصفته، يعني ريحوني من مأزق دوت واجلها ل 20/7 لهذا الشكل. وانا اعتبر ان هو القاضي يعني حس بحرج او ضعف امام هذه القضيه الكبيره، وهي بسيطه جدا. يعني في قاضي سابق اصدر حكم على وزير التعليم غيابي، وزير التعليم نفذ الحكم فاتشال الحكم من عليه. فالمسألة كانت أبسط من التضخيم، لكن أعتقد، أنا أعتقد شخصيا برأيي شخصي جدا، أن المسألة فيها تدخلات فوق القاضي فوق وزارة العدل، المسألة فيها نوع من أنواع الضغط السياسي وليس للقضاء ولا للعدل وجود في هذه المسألة، المسألة فيها تدخل سياسي. طب ترى التجاهل من النظام يعني بتمكين الشيخ حافظ سلامة، ما هو التجاهل دوت وإلى إمتى يعني، وإلى متى التجاهل دوت من عدم تمكين الشيخ؟ اعتقد ان التجاهل ده بيعتمد على ان الشيخ يفقد صبره في المطالبه بالحقيقه. وانا اعتقد ان هم اخطاوا خطا شديد جدا، او لم يقراوا قراءه صحيحه جدا، او ان هم ما عندهمش رؤيه خالص بالشيخ مطلقا. لانهم يعلموا ان الشيخ هو اللي هيشيلهم من مراكزهم، هم اللي هيجعلهم يتنازلوا ويستقيلوا لحد ما ياخد حقه. الشيخ صابر وصامد وبيعتبرها معركه هيحقق فيها النصر باذن الله، لان معه الحق ان شاء الله. ان شاء الله. حته صغيره. اتفضل. اكبر سلطه في البلاد من هي؟ المجلس الاعلى للقوات المسلحه. تمام. هذا المجلس بيمثل رئاسه جمهوريه مصر العربيه. فاذا كان هذا المجلس على مدى 4 شهور مش قادر ينفذ حكم قضائي نهائي، من وراء هذا المجلس؟ يجب على المجلس ان يبين لنا من وراءه او فوقه اللي عطل سياده القانون. انا استوقف هنا من الحظر جدا في اعتصام مسبير عمل الاقباط، طلبوا بالافراج عن مقياس القصه، مقياس اللي حاصل على حكم جنائي نهائي بالحبس 5 سنين في قريه تزوير، ولم يمضي على سجنه سنه. عصام شرف نزل لهم واستجاب الحكم وافرج عنه بعد سنه من الحكم الجنائي النهائي بحبسه 5 سنين، سجنه 5 سنين في قريه تزوير. يعني حتى الاحكام بترفع الاحكام الجنائيه لارضاء ناس، والاحكام اللي هي لمصلحه المسلمين، انا بتعجب. يعني انا بتعجب مساله ابسط من التصعيد والتأزيم اللي هم بيعملوه، مساله بسيطه جدا. الشيخ حافظ لا يريد غير الدعوه الى الله، لا يريد غير الحق،
لا يريد من هذا المسجد غير أن يكون منبر للخير وللدعوة للمسلمين، يريد أن يحيي هذه الأماكن، المدرسة اللي تفتح أبوابها للمسلمين، المستشفى يفتح أبوابها للمسلمين، الكتاب والتحفيظ يفتح أبوابه للمسلمين. مش معقول أن قلعة زي مسجد النور يفضل بس الأفراح والعرسان يطبلوا ويزمروا، والأجزاء اللي هي الملحقات العلمية اللي تخرج ابني وابنك المسلم اللي فاهم وتحفيظ القرآن، والمستشفى اللي تخدم المسلمين بالمجان وبأسعار يعني تساعد المسلمين في مشاكلهم الاقتصادية دي تظل مغلقة بهذه الطريقة. يعني دي مسألة فيها مصلحة يعني لا تخفى على كل إنسان. فمسألة التصعيد والتأزيم وإغلاق المسائل بهذه الطريقة لا يرضي الله تبارك وتعالى، وليس بخير وليس مبشر على خير مطلق يعني. فإحنا نسأل الله أن ربنا يشرح صدورهم يعني. لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ الله يبارك. لمصلحة من؟ عدم تنفيذ حكم قضاء نهائي. الله يبارك. هل يمكن الآن نقعد مثل هذه القضية مرة ثانية إلى المحكمة الإدارية العليا ونقول لها إن عبد الله الحسيني أو غيره واقف عن تنفيذ عملنا وخدنا حكم تاني فوق الحكم الأولاني سنة 2006 بإلزام وزارة الأوقاف بتنفيذ هذا الحكم؟ إذن كل الوسائل المتاحة لهم عملوها، وبالتالي أنا بقول برضو بإذن الله عبد الله الحسيني موظف لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن هو اللي اختاره وهو اللي حلف اليمين أمامه، إنما قضيتنا الآن أعلى وأكبر من عبد الله الحسيني، إنما لابد نعرف السر وراء حكم قضاء نهائي لما لم ينفذ. أنا ببتدي بقول الصليبية وراء وكذلك أمريكا. الله يبارك. جزاك الله خير يا شيخ. كل اللي عايزه الشباب الحلو ده ما يروحش من ايدين. عسوا كلمة؟ سمعتهم؟ الشباب الحلو ده دم ما يتهدرش بالتحرير. وقفوا على الشيخ زمان وقالوا دمه ما يتهدرش بالتحرير. احنا قلنا دم الشباب. كلام قلناه